تعالي تعالي اتفضلي يا حبيبتي. ثانية بس افتح النور. افتح الستار بس. فاكرة الشقة دي؟ أحلى أيام عشناها هنا. كنا على طول مع بعض بس مش بعض لحظة. لحد بقى ما الدنيا خدتنا وكل واحد فينا ماشي في سكة. بقينا نسأل على بعض تليفونات. حتى ما كنا بنشوف بعض كانت صدف. أخوات أخوات الصراحة يعني. بس أحلى حاجة أنت عملتيها إن أنت خليتي الشقة دي بعد ماما الله يرحمها. رفضت تبيعها خالص يعني. برافو عليكي، قلتي عايزة تخلي الشقة دي كده زي ما هي، نفس كل حاجة فيها. أيوه، بس المطرح ده لو اتباع ده يجيب إيش وشويات. آه، بس أنت كنت رافضة خالص يا حبيبتي. فكرة البيع دي كانت ملغية في دماغك. ده في مرة واحد جه هنا وحط لك 4 مليون على الترابيزة دي كاش، وأنت قلتي لأ. أيوه. 4 مليون جنيه؟ لا. ده أنا لازم أفتكر، قصدي لازم أفتكر وأتعالج وأرجع منار. شايفة؟ طول عمرك زي القمر من وأنت صغيرة. طب ما أنت موز الموزز أهو. إيه ده يا عسلية؟ هي الصورة دي مصورينها في اسكندرية؟ لا اسكندرية ايه؟ ماما كانتش بتطيق في حياتها حاجة قد اسكندرية. الصورة دي في الجونة، في فيلة الجونة. كان بابا أول يوم يشتري الفيلا. منار، أوعى تكوني بعتيها. أبيع إيه؟ الفيلا. ما هو زياد كان دايماً يقول لك إن دي فيلا ملهاش لازمة وبيعيها وحط فلوسها في البنك وكده يعني. هي مش دي ورث ولك فيها أنت كمان؟ لا، دي بالذات لا يا حبيبتي. دي ماما الله يرحمها أصرت إنها تتكتب باسمك، هي والعشر فدادين بتوع الفيوم. بتقول كام؟ طب إيه ده؟ طمني. هو لا متأكد منه إن الأرض ما اتباعتش، لأن عم حمدي اللي ماسك الأرض هناك والإيجارات والحاجات دي كان بيورد لي إيجار كل سنة، وأنا كنت بجيبهولي، فأكيد ما اتباعتش. إيه ده؟ أنا إزاي كل ده مش واخد بالي؟ أنت إزاي الشنطة دي معاكي؟ إزاي يعني إيه؟ إيه في إيه مالك؟ خايفة كده ليه؟ دي شنطتي على فكرة. مين قال كده؟ شنطتي، انت خدتها مني لما كنا في باريس وقلت لها برجعها لك. باريس؟ يمكن. يعني مش فاكرة غير البرج. لا افتكري كويس، ما هو بعد كده صدرتها مني وقالت لي انا هشيل فيها ورق الورث بتاع اختك. والورث ده شاكب راكب كده يطلع قد ايه؟ مصيبة سودة! مصيبة سودة! لا يكون زياد استغل التعب اللي انا فيه وضيع الفلوس دي على النسوان! اهدي 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 اهدي، زياد مش محتاج فلوس يعني، فلوسك ايه اللي ضاع على النسوان؟ لا بصي، هو انت ان شاء الله ان شاء الله اما تاخدي براءة من الموضوع بتاع زياد ده وتستلمي ورثك منه، تقريبا تقريبا هتاخدي ورث في رينج 40 50. 40 50 ايه؟ مليون. يعني المطرح ده وجونة وعشر فدادين. طب لو ما خدتش براءة والحكومة قالت إن منار هي اللي قتلت هنعمله إيه؟ منار، هو أنت فعلا قتلت زياد؟ قوليلي يعني لوحدينا أهو. أنا أخوك يا منار، مش هتلاقي حد يخاف عليكي قدي. ماشي، على العموم تفضلي قاعدة هنا، مفيش أي مخلوق هيعرف مكانك لحد ما ألاقي وقت يعني مناسب وأسفرك برا مصر، وأنت بورسك من ماما تقدري تعيشي ملكة في أي مكان. بس عشان خاطري قوليلي، قولي حتى عشان أعرف أساعدك. أنت قتلتي؟ هات إيدك وشبكة العشرة دول يا جدع. أنا ما نعرف الحقيقة. يمكن ويمكن لا. نقول لك إيه؟ الحكومة هي اللي هتعرف.